أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير في برنامجكم الأسبوعي لقاء، حيث سنفتح وإياكم اليوم العديد من الملفات وسنجيب على الكثير من الأسئلة التي تبادر إلى أذهانكم فيما يتعلق بإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية الفلسطينية وبالتأكيد حكومة الوفاق. وسنتطرق أكثر للملفات المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وأيضا إلى جانب توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن وتقديم مشروع عربي لإقامة الدولة الفلسطينية. وسنتعرف على آخر الأخبار المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية والفشل الذريع على ما يبدو الذي ينتظر هذه الحكومة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا الأستاذ الوزير عبد الله أبو سمهدان، محافظ المنطقة الوسطى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الهيئة القيادية العليا للمحافظات الجنوبية. بداية أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا بكم. أهلا بكم في برنامج لقاء. بالتأكيد يسعدنا أن نستضيفك ويعني نستفسر على الكثير من الأمور التي تكاد يعني تحتاج إلى توضيح أكثر وإلى تعمق أكثر في رؤيتها وقراءة هذه المشاهد. بداية يعني دعنا نتحدث عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي توقفت يعني اليوم، يصبح هناك 102 من الأيام على توقفها، فيما يتعلق بحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنطقة الوسطى على غرار القطاع غزة ككل، ولكن المنطقة الوسطى كان لها نصيب أكبر أيضا من الاستهدافات في القطاع الصحي، في القطاع الصناعي وفي قطاع الإسكان. ما هي حجم تقديراتكم لهذه الخسائر؟ أولا أنا أشكركم على هذه المقابلة، ولابد من التنويه بأن هذه الحرب هي حرب فريدة من نوعها، حرب لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. مررنا بعدة حروب، ولكن حجم الأضرار الذي تعرضت له المحافظات الجنوبية في قطاع غزة حجم كبير جدا، لأنها طالت البشر والشجر والحجر. البشر عدد كبير من الشهداء والجرحى والمصابين، المزارع جرفت، البيوت دمرت، والمصانع البنية الصناعية أيضا دمرت، سواء كان في المنطقة الوسطى أو في المنطقة الشمالية، كل المناطق، كل المصانع، كل الأبنية الصناعية حتى دمرت، استهدفت من قبل الطائرات الإسرائيلية بهدف تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية. هذه الحرب لم تبقي ولم تضر، لم تترك شيء. في المنطقة الوسطى، هناك المنطقة الشرقية بالكامل تكاد تكون مدمرة تدميرا كليا، المزارع جرفت، والمواطنين هجروا من هذه المنطقة إلى داخل دير البلاح وداخل انصارات. منطقة البريج تعرضت إلى أضرار كبيرة، منطقة المغازي، المسادرة، منطقة أبو العجين، وادي السلقة، كل هذه المناطق تكاد تكون دمرت جزئيا إن لم يكن كليا في بعضها. مصانع دمرت مثل مصنع العودة، وهو رافد اقتصادي كبير لقطاع غزة ويشغل العديد من العمال، وكذلك مصنع أبو شعبان، وغالبية البنى التحتية الصناعية قد دمرت. وهذا يعني أن العدوان كان عدوانا شاملا، ليس على البشر فقط، وليس بقتل المواطنين وتدمير مساكنهم، ولكن أيضا بتدمير البنية الصناعية الموجودة في المحافظات الجنوبية ككل. حجم الأضرار كان كبير، حجم المهجرين الذين هجروا من بيوتهم في أثناء الحرب زاد عن 12 ألف مواطن، ولا زال البعض منهم بلا مأوى. نحن الآن نتعرض لمشكلة كبيرة، حيث أن آلاف المواطنين بدون منازل، بدون بيوت، الذين دمرت بيوتهم، أو سواء كن كليا أو جزئيا بحيث أنها غير صالحة للسكن، هم الآن في العراء في فصل الشتاء الذي جاءنا مبكرا هذا العام.
سيحمل خير كثير أيضا، كمية الأمطار التي حصلت حتى اللحظة هي كمية كبيرة حسب تقديراتكم. نعم نعم، حسب التقديرات أنها وصلت في بعض المناطق حوالي 70% من الحجم المتوقع للمياه، الحجم المتوقع السنوي. لكن هذا الخير بالنسبة لآخرين، بالنسبة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم والذين يعيشون في العراء، وبالنسبة لهم شكل كابوس لهم، كابوس ومعضلة كبيرة، أين سيذهبون؟ حقيقة هناك استعدادات كبيرة من الدول المانحة، وهذا بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن ورئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله، الذين بذلوا جهود كبيرة مع الشقيقة مصر من أجل عقد مؤتمر المانحين، وهذا أيضا يحتاج إلى آليات. أول هذه الآليات لإعادة الإعمار هو إعمال تمكين حكومة التوافق الوطنية من العمل، من أداء مهامها في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة حكومة التوافق الوطني لم تعمل كما يجب، لأنها لم تمكن من العمل، حيث أن الوزارات كلها معطلة. الوزارة الوزير لا يستطيع أن يجتمع مع موظفيه الذين تصرف عليهم السلطة الوطنية منذ عام 94 حتى الآن، والموجود هو موظفين الذين جاء بهم الإخوة في حركة حماس بعد الانقلاب. أنا أتحدث عن المحافظات الجنوبية الآن. أتحدث عن المحافظات الجنوبية. المشكلة هي في المحافظات الجنوبية الآن، إعادة الإعمار للمحافظات الجنوبية. الحرب صارت 3 حروب في المحافظات الجنوبية خلال 6 سنوات، الدمار في المحافظات الجنوبية، قطع الكهرباء وعدم انقطاعها لساعات طويلة، مدة طويلة في المحافظات الجنوبية، المياه الشرب غير موجودة في المحافظات الجنوبية، المعابر مغلقة على المحافظات الجنوبية، البطالة أكثر من 70% بطالة الآن في قطاع غزة في المحافظات الجنوبية، كل هذا موجود في المحافظات الجنوبية. وبالتالي نحن نحتاج لحكومة التوافق أن تشمر عن ذراعيها وتنقذ ما يمكن إنقاذه في المحافظات الجنوبية. ناهيك عن الحصار ومنع بعض الوزراء من التنقل أيضا أستاذ عبد الله من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، إسرائيل منذ البداية أوقفت يعني حاربت حكومة التوافق ولم تسمح للوزراء أن يأتوا إلى قطاع غزة، ولم تسمح لوزراء من قطاع غزة أن يذهبوا إلى الضفة الغربية. قل أن هذا التواصل ممكن أن يحدث، ولكن الأهم أن نكون صادقين مع المانحين. المانحون قالوا كلمة واضحة، الدعم سيأتي من خلال حكومة التوافق الوطني، وهذا إنجاز لنا كشعب فلسطيني بالاعتراف بحكومة التوافق الوطني التي كانت محاربة من إسرائيل وأعوان إسرائيل. الآن هم اعترفوا بهذه الحكومة، والمطلوب نحن كفلسطينيين أن نمكن هذه الحكومة من القيام بعملها كاملا، أن نسلمها كحكومة كل كبيرة وصغيرة. الحكومة نفهم أن حكومة التوافق هي حكومة من الألف إلى الياء، أول هذه الأشياء يجب أن تكون قادرة على تأمين المواطن الفلسطيني. تأمين المواطن الفلسطيني يعني أن تتحكم، أن تقود الأمن في قطاع غزة. وعلى هذا الأساس كيف يمكن لحكومة ووزراء أن تعمل بدون أمن؟ يجب أن يسلم الأمن كاملا إلى حكومة التوافق من خلال وزير الداخلية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، هذا أولا. ثانيا يجب أن تسلم المعابر كاملة. المعابر هناك اشتراطات من جميع من لهم علاقة بالمعابر، أن المعابر يجب أن تكون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مع حكومة التوافق. إذا لم نسلم المعابر لحكومة التوافق لن تفتح هذه المعابر كما يجب، كما نرغب نحن، وهو ما حصل ويحصل الآن، كما نرغب نحن. معبر رفح مغلق منذ أشهر طويلة، العالقين على الجانبين بالآلاف، هناك طلاب فقدوا مقاعدهم الدراسية، هناك موظفين في المحافظات الجنوبية فقدوا وظائفهم لأنهم لم يستطيعوا العودة في الموعد المحدد، وبالتالي
نحن نعيش كارثة إنسانية في المحافظات الجنوبية. علينا أن نساعد أنفسنا أولا، وأنا أقول للإخوة في حركة حماس، عليكم أن تتفهموا الواقع الحاضر في هذه المنطقة، عليكم أن تساعدوا شعبكم المنكوب، عليكم أن تتنازلوا قليلا عن بعض الأشياء التي لا قيمة لها حقيقة مقابل خدمة شعبنا الفلسطيني. نعم، يعني أذكر هنا أستاذ عبد الله بأن بعد تدخلات من سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله استطاعوا أن يضغطوا باتجاه فتح المعبر للعالقين ودخولهم إلى الجانب الفلسطيني. هناك الألاف منهم قد استطاع، من المرضى والطلبة وذوي الإقامات أيضا، وهناك الكثير أيضا من الذين كانوا في صالات الانتظار ينامون ليل نهار، وكنا نشاهد عبر شاشات التلفزة الوضع المأساوي الذي يعيشونه، ولكن استطاع أن يتدخل وفتحت المعابر، ولكن وفتح معبر رفح ولكن للعائدين حتى اللحظة. يعني هناك مساعي لفتح المعبر ولكن لم نلمس هذا الأمر على أرض الواقع. لكن دعني أتحدث عن مؤتمر إعادة الإعمار، وتحدثت عن المنح التي وصلت إلى حكومة الوفاق والتي ستصل أيضا حسب ما يعني وعدت به الجهات المانحة. في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة تم يعني فرز ما يقارب وتم منح ما يقارب 5.7 مليار دولار للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ولكن ما نشاهده الآن وما يلمسه المواطن من دمر منزله الآن فقط يكتفي بالعيش على كوبونات معينة ولم يلمس أي تغير يذكر فيما يتعلق بإعادة الإعمار. لن نستطيع أن ننكر بأن الحصار الإسرائيلي له دور كبير في حصار في المعبر وإغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء، لكن يعني كيف يعني يؤمن المواطن الفلسطيني بأن هناك آليات وبأن هناك خطوات من قبل الحكومة لإعادة الإعمار ولتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار؟ أولا يجب أن تمكن الحكومة من العمل. كيف ستحقق الحكومة أي إنجازات بدون أن تمكن من العمل في المحافظات الجنوبية؟ الحكومة تحتاج إلى أن تعمل في المحافظات الجنوبية بحرية وبكامل الصلاحيات. يجب أن يكون لكل وزير من وزراء التوافق كامل الصلاحيات في الضفة والقطاع، وبالتالي له أن يفعل كل ما يستطيع فعله من أجل هذا الشعب. أولا بالنسبة للمنحة التي تسلمتها أو ستتسلمها الحكومة الوفاق، كيف لها أن تعمل بها وهي لا تملك صلاحياتها حتى الآن صلاحيات، ولكن لا تستطيع أن تمارسها على أرض الواقع، لا تستطيع أن تمارس أي صلاحيات في المحافظات الجنوبية. أولا يجب فتح المعابر، كل المعابر، ورفع الحصار. كيف يمكن أن نرفع الحصار عن قطاع غزة ونفتح المعابر لتدخل مواد البناء للإعمار، ليدخل المواد الواردات لمجتمعنا الفلسطيني؟ كيف نستطيع أن نصدر منتجاتنا إلى الخارج بدون فتح المعابر؟ فتح المعابر مشروط بتولي السلطة الوطنية الفلسطينية كامل الصلاحيات في كل المحافظات بما فيها المحافظات الجنوبية. حتى الآن حكومة الوفاق الوطني لم تتسلم صلاحياتها بعد، لذلك نحن نهيب بالإخوة في حركة حماس أن يمكنوا حكومة الوحدة الوطنية، حكومة التوافق الوطني، من العمل في بكل مؤسساتها ومحافظاتها وهيئاتها كما تم الاتفاق عليه في 25 و 26 سبتمبر في القاهرة. احنا اتفقنا على أن تمكن حكومة التوافق من العمل كاملا، وهذا ما وافقت عليه حركة حماس أيضا. وافقت طبعا، وقعت عليه هذا، ما وقعت عليه لأنه حركة حماس وحركة فتح كانوا في الاجتماع واتفقوا على هذه النقاط، أن تمكن حكومة التوافق الوطني بكل هيئاتها ومؤسساتها ومحافظاتها من العمل في المحافظات الجنوبية وفي طبعا في الضفة الغربية. في الضفة الغربية تعمل، لكن في المحافظات الجنوبية لا تعمل. أول أو بعد هذا بقليل
جاء إخوة من حركة حماس وأغلقوا أحد الأجهزة الأمنية وأغلق مقر محافظة الوسطى والتي هي تعتبر بوابة للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا تراجع عن الاتفاق، الاتفاق اللي حصل في شهر 9 والإغلاق صار في شهر 11، يعني ما مدة زمنية قصيرة أيضا، مدة زمنية قصيرة، وأغلقوا المقر وشالوا اليافطة التعريفية لمقر المحافظة الوسطى، وصار استدعاءات واتصالات مع بعض الموظفين ممنوع توصل المقر، واللي بيوصل المقر بنعتقله. طب هل هذا ما يعني أنا لا أستطيع أن أفهم ذلك، إلا أن الإخوة في حركة حماس لا يرغبون في المصالحة ولا بعمل حكومة التوافق الوطني ولا بوجود سلطة وطنية فلسطينية في القطاع، ولا يريدون حتى مساعدة الأهالي في إعادة الإعمار، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي ستقوم بإعادة الإعمار، وهي التي ستتسلم كل المساعدات التي ستأتي من الدول المانحة. بوابة السلطة الوطنية في المحافظات هي المحافظات نفسها، المحافظات هي التي تقوم بحصر الأضرار وتقديرها وتسجيلها وتقديرها، ومن خلالها يأتي الدعم للمواطنين. حتى هذه اللحظة لم تتمكن أي محافظة أن تفتح أبوابها في قطاع غزة، ونحن في المحافظة الوسطى أغلق مقرنا ورفعت يافطة التعريف، وتم تهديد الموظفين بعدم الدوام في هذا المقر. يعني أستاذ عبد الله، لا نستطيع أن ننكر أن أي إنجاز الآن يتحقق في ملف المصالحة هو سيشكل أثرا كبيرا في المواطنين، وأثرا داعما أيضا فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، وسيعطيهم يعني دفعة إلى الأمام أن هناك مصالحة حقيقية يتم الآن تطبيقها على أرض الواقع. ولكن في ظل المعطيات التي تحدثت عنها، ما هو مصير هذا الملف؟ المصالحة في وضع صعب. المصالحة كان عنوانها حكومة التوافق الوطني، ومن ثم بعد أن تعمل حكومة الوفاق الوطني أو التوافق الوطني بكل هيئاتها ومؤسساتها، تفعل لجنة المصالحة المجتمعية والتي أنا عضو فيها. هذه اللجنة تحتاج إلى حرية في العمل وموازنة من حكومة التوافق من أجل العمل على تأكيد المصالحة المجتمعية في المحافظات الجنوبية، ولديها برنامج وخارطة طريق واضحة جاهزة أو عدة في اجتماعات في القاهرة واجتماعات في غزة من أجل إعمال المصالحة المجتمعية وتأمين السلم الاجتماعي في قطاع غزة، وقف كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على المجتمع الفلسطيني. لحتى الآن لأنها لم تمكن حكومة التوافق من العمل، لم تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من العمل، لم تمكن أيضا لجنة المصالحة المجتمعية من العمل. الأمور معقدة أكثر يعني من ذي قبل. ليست من ذي أكثر من ذي قبل، لكن معقد. يعني لا زالت معقد، ولا زال ملف المصالحة يراوح مكانه، ولا زال أيضا يعني المواطن ينتظر أي خبر يتعلق بهذا الملف بإنجاز سينعش على الأقل الأوضاع نفسيا إلى حد ما. ملف المصالحة المجتمعية كان ممكن أن يعزز بخطوات إيجابية من الإخوة في حركة حماس، ولكن للأسف الشديد الإخوة في حركة حماس لم ينهجوا هذا النهج، وفي أثناء الحرب تم إيذاء عدد كبير من أبناء حركة فتح. أيضا قبل الاحتفال بمهرجان تأبين السيد الرئيس رمز الخالد أبو عمار، تم وضع عبوات في وتفجيرها في 15 عبوة، فهذا ضد المصالحة الوطنية. هناك في حركة حماس من هم ضد المصالحة الوطنية وضد التوافق، وضعوا العبوة في منزلي هنا وفي 14 عبوة في منازل أخرى، من بما فيها منصة الشهيد الرئيس وتأبين ذكرى بالفعل. ولذلك هؤلاء الذين يفعلون ذلك لا يريدون مصالحة وطنية ولا مصالحة مجتمعية. إذن المصالحة المجتمعية تسير إلى الخلف وليس للأمام.
المصالحة المجتمعية قبل سنة كانت أفضل من اليوم، وما يحدث وما حدث في أثناء الحرب لا أريد أن أنكع جراحا، تألمنا جدا في أثناء الحرب من بعض الممارسات ضد أبنائنا، أبناء حركة فتح الذين هم كانوا في نفس الخندق أمام العدو الإسرائيلي. أستاذ عبدالله، يعني أود أن أسألك في ملف آخر، هو ملف أكثر حساسية على ما يبدو من ملف المصالحة، هو ملف القدس وتهويد القدس والانتهاكات اليومية بحق مواطنينا في القدس، استمرار الاستيطان وتدمير منازل المقدسيين وأيضا عرقلتهم على الحواجز. هل هذه الأمور مرتبطة بملف المصالحة؟ يعني هل نتنياهو يستمر وحكومته وكل الإسرائيليين يستمرون بهذه الانتهاكات لأنهم يرون بأن البيت الفلسطيني الداخلي مضعضع وأن الملف المصالحة لم يتم تحقيق أي إنجاز فيه؟ أولا، موضوع القدس أكبر من كل الأشياء هذه. أولا، بالنسبة لنا القدس لا معنى لدولة فلسطينية بدون القدس، والقدس هي روح كل فلسطيني سواء كان في الداخل أو في الخارج، بل روح كل عربي وكل مسلم. بالنسبة للإسرائيليين مستمرون في تهويد القدس، تهويد القدس ببناء مستوطنات وطوقوها بالمستوطنات وزحفوا في القدس الشرقية، وبالتالي أصبح الآن تعداد السكان في القدس الشرقية اليهود يوازي العرب تقريبا، بعد أن كانت كلها عربية. ولذلك موضوع تهويد القدس هو موضوع يخرج من عقل اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسه بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يفكر أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولة إسرائيل ولا وجود فلسطيني أو عربي أو إسلامي فيها، ولذلك هم فعلوا ما فعلوا وما يفعلون الآن هو تهويد كامل لمدينة القدس. هل يستمرون فيما يفعلونه؟ هل ينجح نتنياهو في مخططه بتهويد القدس والمسجد الأقصى في ظل هذا الصمت العربي والدولي؟ الواقع أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية قتلت مشروع الدولتين، قتلته تماما، هذا المشروع وخارطة الطريق واللي قدمتها أمريكا وأوروبا لشعبين، دولتين لشعبين، انتهى هذا المشروع. نحن الآن أمامنا مشروع الدولة الواحدة، والدولة الواحدة بمفهوم الإسرائيليين أنه يكون هذه الدولة يهودية، قومية يهودية، ونحن أقليات فيها. لا، احنا مش اقليات، واحنا تعدادنا من النهر للبحر يكاد يكون اكثر من اليهود في فلسطين، وبالتالي اذا كانت هناك دولة واحدة سنقبل بها ولن نرفضها، وسنعود الى كل اراضينا الفلسطينية التي سلبت منا عام 48. ماذا على الجانب الفلسطيني ان يقدم لحماية القدس والمسجد الأقصى وأهالينا في القدس من التهويد ومن التهجير ومن التطهير العرقي الذي ينتهجه نتنياهو الآن بحق المقدسيين؟ ماذا على الأمة العربية وماذا على الأمة الإسلامية؟ القدس ليست للفلسطينيين وحده، هي للعرب جميعا وللمسلمين جميعا، وبالتالي الدعم المقدم للقدس حتى هذه اللحظة هو دعم خجول جدا، ولا يسمو لمستوى التضحيات التي يقدمها أهلنا في القدس. الدم، شلال الدم ما زال ينزف في القدس من أهلنا وأبنائنا، وأنتم تسمعون كل يوم هناك تضحيات، هناك محاولات للدفاع عن القدس ومدينة القدس. نحن نقول أن على السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم المزيد من الدعم لمدينة القدس وأهل القدس لتعزيز صمودهم في القدس، ومطلوب من الدول العربية والدول الإسلامية أيضا أن تدعم القدس وأهالي القدس، لأن القدس ستلعن كل من قصر بحقها سواء فلسطيني أو عربي أو مسلم، وهذه اللعنة تكبر
كبر هذا قدرات هذا الملعون. نعم الدكتور أحمد الطيبي شيخ الأزهر تحدث وأجا اتصال مع السيد أحمد الطيب عفوا أجا اتصال مع السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر القدس، أن يكون هناك مؤتمر في هذا الوقت تحديدا، يعني هل يعني ينصف القدس وهل ينصف القضية الفلسطينية؟ نأمل ذلك، ولكن هناك قرارات كثيرة ولكنها لم تنفذ. نحن بحاجة إلى مؤتمر القدس يحضر كل المسلمين في العالم، لأن هذه قضيتهم، قضية القدس هي قضية إسلامية، ونأمل أن تؤخذ قرارات جريئة وحاسمة، ونأمل أكثر أن تنفذ هذه القرارات. هناك قرارات كثيرة لم تنفذ، كتبت ولكنها لم تنفذ حتى الآن. بالنسبة لدعم القدس ومدينة القدس وأهالي القدس، نحن جميعا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين يجب أن ندافع عن القدس، لأن القدس هي لنا جميعا، وبدونها لا دولة فلسطينية. وإذا ضاعت القدس فنحن نفرط في مقدس من أهم مقدسات الأمة الإسلامية. نعم يعني أستاذ عبد الله دعني أنتقل إلى الملف الثالث في حلقتنا من برنامج لقاء لهذا الأسبوع حول موضوع الحكومة الإسرائيلية. المعارضة الإسرائيلية دعت نتنياهو إلى ودعت إلى إسقاط نتنياهو وأيضا تشكيل حكومة من اليسار الإسرائيلي. قابل نتنياهو هذه الخطوة وهذه الخطوات من اليسار الإسرائيلي بإقالة أعضاء من حكومته وداعيا أيضا إلى انتخابات مبكرة. هل نعزو الأمر إلى حنكة ودبلوماسية الرئيس محمود عباس أبو مازن في عزل نتنياهو الآن عن هذا الوسط الدولي وتهميشه ومحاولة إرباك الوضع في الشأن الإسرائيلي وأيضا ضعضعت الحكومة وحال الحكومة الإسرائيلية؟ ليس سرا أن الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل تتهم الأخ الرئيس أبو مازن بأنه يمارس الإرهاب السياسي على الإسرائيليين، وذلك لأنه نجح في كثير من الجبهات في تحقيق إنجازات كبيرة، منها الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب، والآن تحقق لنا كثير من التقدم باعتراف كثير من الدول بدولة فلسطين، والبرلمانات الأوروبية تضغط على حكوماتها بأن تعترف بدولة فلسطين. والآن نحن سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف. هذا وضع نتنياهو في الزاوية. العالم نتنياهو أصبح الآن معزول تماما من العالم كله. الفرنسيين بيهددون نتنياهو، الأوروبيين جميعا يهددون نتنياهو، بيقولوا له إذا ما صارت نجحت المفاوضات فنحن سنعترف بالدولة الفلسطينية. هذا إذا احنا حصلنا على دولة كاملة العضوية من خلال مجلس الأمن، فإن هذا يضع أمام نتنياهو اتجاه واحد فقط، أن يرفع يديه وأن يسلم، أو أن يتحول إلى إرهابي، عصابة إرهابية تطلق النار على الأطفال والشيوخ والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم لكن أيضا في نفس الوقت أستاذ عبد الله هناك اتهامات متكررة من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالرئيس محمود عباس أبو مازن، وعلى ما يبدو هذه الصورة وهذه المشاهد تكرر السيناريو الذي وضع فيه السيد الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصار المقاطعة في مدينة رام الله المحتلة. هل نحن ذاهبون إلى أن يعيد التاريخ نفسه في هذه النقطة تحديدا؟ نحن لا نتمنى ذلك ولكن ولا نأمل ذلك، لكن ما يحدث الآن مع السيد الرئيس أبو مازن هو تماما نفس السيناريو الذي بدأ مع الرئيس ياسر عرفات رحمة الله عليه. بدأوا ليس أن الرئيس أبو عمار ليس ذي صلة بالمفاوضات ولا بالسلام، وبدأوا بحصار المقاطعة وتدمير المقاطعة، ثم وصلوا إلى قتل السيد الرئيس. أنا أقول أن الإسرائيليون
عن الإسرائيليين هم الذين قتلوا ياسر عرفات. الآن يتهم الأخ أبو مازن بأنه يمارس الإرهاب السياسي، وهذا على لسان وزير خارجية نتنياهو ليبرمان. هذا معناه أن أبو مازن يمارس الإرهاب السياسي، يعني أنه ليس مع السلام، ليس مع المفاوضات. إذن هذا يجب أن يزال من الطريق بمفهوم الإسرائيلي. أنا رئيس محمود عباس أبو مازن وعقبة الآن، هو عقبة أمام السلام، وبالتالي يجب أن يزال بالمفهوم الإسرائيلي. وهذا ممكن أن يعرض حياة الأخ الرئيس أبو مازن للخطر، لأن الإسرائيليين لا مبدأ لهم ولا ضمير في هذا الموضوع بعد ما حدث مع الأخ الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه. نحن لا نستبعد أي شيء من الإسرائيليين، ولذلك نحن نقول أن الأخ الرئيس أبو مازن يتعرض إلى هجمة كبيرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وبالمناسبة المجتمع الإسرائيلي يجنح نحو اليمين، وأنا لا أتوقع أن يكون هناك تغير حكومة يسارية. نعم، لا يمكن، سيأتي تأتي حكومة يمينية أكثر تطرفا. ولكن عتبنا على إخواننا في حركة حماس الذين يتسابقون مع الإسرائيليين في الهجوم على الأخ الرئيس. الهجمة الآن أصبحت مشتركة، الإسرائيليين يهاجمون الأخ الرئيس أبو مازن، وإخواننا في حركة حماس أيضا يهاجمون رئيسهم أبو مازن. نحن نأمل أن يتعقل الجميع وأن يدركوا حجم التحديات في هذه المرحلة. نعم، يجب أن يحكموا لغة العقل ويدعوا الأمور تكون في نصابها. يجب أن يرتفعوا لمستوى المصلحة الوطنية، يجب أن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية والحزبية، ويجب أن نكون فلسطينيين لمشروعنا الوطني الفلسطيني، ولا أن نتلقى أوامر من خارج فلسطين. نعم، أستاذ عبد الله، لو تحدثنا عن الشأن الدولي تحديدا الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، كان آخرها وليس قبل ذي آخر اعتراف الحكومة السعودية بالدولة الفلسطينية، والآن تصويت الجمعية العمومية الفرنسية أيضا بأغلبية الأصوات، وقبل البريطانية، وبالتأكيد يعني هناك تصارع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إلى أي مدى تساهم هذه الاعترافات بدعم الموقف الفلسطيني وحقوقه في مختلف المحافل الدولية؟ وأن هذه تحمل دلالة كبيرة، هذه الدلالة أن فعلا الماكينة السياسية الفلسطينية للدولة الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس حققت إنجازات كبيرة جدا، واستطاعت أن تغلب الماكينة الإسرائيلية في كثير من العواصم العالمية المهمة والمؤثرة مثل العواصم الأوروبية. وهذه الاعترافات هي تصب في خانة الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن إن شاء الله، وسيكون لنا دولة، وهذه الدولة ستكون عاصمتها القدس الشريف بإذن الله. المشروع أيضا الجديد الذي قدمه الرئيس محمود عباس أبو مازن في الجامعة العربية وحصل على موافقة عربية وعلى إجماع شعبي ووطني، يعني هل نستطيع أن نقول بأن هذا المشروع سيدخل وسيمر إلى مجلس الأمن، ومن ثم سيكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية بدون فيتو أمريكي، أم أن الدول الأوروبية وأمريكا التي تتابع الموقف عن كثب ستضغط باتجاه الاستمرار في المفاوضات حتى لا تحرج نفسها؟ نحن نأمل أن نحصل على أكثر من 11 صوت في مجلس الأمن، ونأمل أن يحرج هذا أمريكا ولا تستخدم الفيتو، وسيمر إن شاء الله القرار بالاعتراف بفلسطين على حدود الرابع من حزيران. في حال يعني نحن لا نستبق الأحداث ولا نتوقع، ولكن في حال استخدمت أمريكا الفيتو، ما هو موقف الرئاسة الفلسطينية السيد الرئيس محمود عباس؟ هل سيعتبر أن الأمر هو استمرار لنهج أمريكا بدعم الجانب الإسرائيلي وتهميش الجانب الفلسطيني على طبعا الواقع والوضع الذي نعيشه الآن، أم أنه سيكون بالفعل توجه جديد للمفاوضات؟ يا أخ صفاء، نحن في حالة نضال،
مستمر من أوائل الستينات حتى الآن. وهذا النضال في ساحة الأمم المتحدة الذي بدأه الأخ الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه بغصن الزيتون والبندقية، واستمر في عهد الأخ أبو مازن والاعتراف بدولة فلسطينية مراقب في الأمم المتحدة. الآن نسعى للحصول على دولة كاملة العضوية. إذا لا سمح الله إذا فشلنا المرة سنعاود الكرة مرة أخرى، وسنبقى نناضل حتى نحصل على حقوقنا في هذه الساحة الدولية. ولكن علينا أن نتحدث عن كل الخيارات الممكنة من أجل إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وتحرير الأسرى كل الأسرى. لو تحدثنا عن الشأن الفتحاوي وتطرقنا لملف المؤتمر السابع للحركة، وأنت عضو مجلس ثوري وأيضا من أعضاء الهيئة القيادية العليا في المحافظات الجنوبية، الرئيس محمود عباس يعني كرر مرارا بأنه لن يتوجه إلى المؤتمر إلا إذا طبعا لحركة فتح كعضو غير منتخب. الآن إلى أين وصلت الانتخابات في الأقاليم وفي المناطق والمكاتب الحركية؟ أولا في إخواننا في الضفة الغربية قطعوا الشوط الأكبر تقريبا، بقي إقليم واحد بدون انتخابات. في محافظات الجنوبية نحن شرعنا في إجراء الانتخابات وأنجزنا أحد الأقاليم قبل الحرب مباشرة، إقليم غرب غزة. الآن إقليم غرب خان يونس على وشك الانتهاء، إقليم الوسطى أيضا على وشك العقد مؤتمره الأخير، وكذلك بالنسبة لشرق غزة هناك محاولات حثيثة على عقد المؤتمر الإقليم قبل 15-12. بالنسبة لرفح بدأت العجلة الآن تدور، وبالنسبة للشمال بدأت المؤتمرات فيها، ونأمل في نهاية هذا الشهر أن ننجز مؤتمرات كل الأقاليم في المحافظات الجنوبية، وتكون الضفة الغربية أيضا قد أنجزت انتخابات أقاليمها. وكذلك هناك انتخابات في المكاتب الحركية في المنظمات الشعبية، وستنتهي أيضا هذه قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله. وبالتالي سيكون كل القاعدة الفتحوية هي قاعدة منتخبة جاهزة وستكون جاهزة للمشاركة في المؤتمر. الحقيقة أن الأخ أبو مازن واللجنة المركزية أعلنت بقرار رسمي أن الإقليم الغير منتخب والمكتب الحركي الغير منتخب لن يشارك في المؤتمر، ونحن من أجل ذلك نحن جميعا حاولنا بقدر ما استطعنا، ولولا الحرب التي شنت على المحافظات الجنوبية لكنا أنهينا هذه الانتخابات قبل شهر. ولكن نحن الآن نقول أن المنطقة الغير منتخبة لن تشارك في مؤتمر الإقليم، والإقليم الغير منتخب لن يشارك في المؤتمر، ولكننا نأمل أن نعقد مؤتمرات كل الأقاليم وكل المكاتب الحركية قبل نهاية هذا الشهر لنشارك بدماء جديدة في المؤتمر، لأن هذا يصب في خانة الاستنهاض الحركي. وكما يعلم الجميع أن هناك في المحافظات الجنوبية أكثر من ربع مليون عضو في حركة فتح، محتاجين إلى هذه المؤتمرات، والمؤتمرات هي حياة تنظيمية، الحياة التنظيمية هي المؤتمرات. نعم، يعني أخيرا أستاذ عبد الله، فيما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، هل حركة فتح جاهزة الآن لخوض هذه الانتخابات؟ نحن جاهزون منذ عامين فاتوا، قبل سنتين احنا جاهزين، واليوم احنا جاهزين، ولو اجريت الانتخابات الاسبوع القادم نحن مستعدون في الضفة والقطاع، وستكون النتائج مرضية لشعبنا ان شاء الله.
شكرا جزيلا لك الوزير عبد الله ابو السمهدانة، محافظ المنطقه الوسطى وعضو المجلس الثوري لحركه فتح وعضو الهيئه القياديه للمحافظات الجنوبيه، كان معنا في هذا اللقاء من لقائنا الاسبوعي في برنامج لقاء، واجبنا على الكثير من الاسئله المتعلقه باعاده الاعمار وحكومه الوفاق والمصالحه الفلسطينيه اضافه للاعتراف بالدوله الفلسطينيه. كان هذا لقائنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، وبالتاكيد لقاءنا الاسبوع القادم مع ضيف جديد. هذه تحية طاقم العمل وإلى اللقاء.